صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، يوم سعيد على حضراتكم ان شاء الله يكون دائما مليء بالامل والعمل. في الحقيقه طبعا عندنا فقرات متنوعه، موضوعات متنوعه نتكلم فيها النهارده، بس اصبح على علاء. اولا صباح الخير علاء. صباح الخير عمرو، صباح الخير مشاهدينا. النهارده الاثنين 11 ديسمبر 2017، يعني الحقيقه زي ما كان بيتكلم عمرو عندنا موضوعات وفقرات متنوعه. طبعا من المقرر انه الرئيس الروسي يزور مصر النهارده، واكيد هيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وهيكون في قمه مصريه روسيه. يعني واحنا بنتكلم عن العلاقات بالمناسبة كمان الرئيس ابو مازن موجود في صحيح، يعني اكيد في الاجواء اللي احنا فيها ديت واللي حصل في القدس اكيد يعني هيكون ده بعد مهم في الحوارات في هذه الزياره وهذه القمه. طبعا احنا بتجمعنا بروسيا علاقات قويه وعلاقات متميزه في مختلف المجالات وتعاون طبعا، وهيكون في طبعا يعني خطوات مهمه بالنسبه لمشروع الضبعه النووي تحديدا. لكن الحقيقه الحديث عن السياحه الروسيه بيفرض نفسه منذ يعني حادث سقوط الطائره الروسيه في 2015 وحاضر السياحه الروسيه الى مصر. طبعا مع زياره الرئيس الروسي بيتجدد الحديث عن امكانيه عوده السياحه الروسيه الى مصر مره اخرى. ده الحقيقه هيكون موضوع رئيسي هنناقشه مع حضراتكم النهارده في احد حواراتنا. الحقيقه لا طبعا هو توقيت يعني توقيت دقيق جدا اللي بتيجي فيه زياره الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره صديق يعني عزيز على مصر وروسيا. طبعا تربطها بمصر علاقات صداقه وثيقه جدا منذ زمن طويل. عندنا طبعا في اسوان رمز الصداقه المصري الروسي شاهد على يعني على وجود السد العالي في الحقيقه. طبعا دي كلها الحاجات بتربطنا بروسيا منذ زمن طويل جدا، واعتقد هذه الزياره كمان ويتزامن مع وجود السيد ابو مازن كلها معطيات جديده في المنطقه بتدي ابعاد وزخم سياسي بشكل كبير. اكيد ان شاء الله هنتابع الزياره بكل دقه، هتكون زياره مهمه جدا مش بس لمصر، لا هتكون زياره مهمه جدا للمنطقه، ربما تتغير فيها المعطيات ويكون فيها معطيات جديده جدا. اعتقد كل يوم واخر المنطقه كلها بتكون يعني في حاله حراك شديد جدا، بنشوف فيه تحرك كبير. كمان عندنا موضوع مهم جدا بنتكلم فيه تضامنا مع القدس، لابد من تتوحد الاقطار العربيه، بما ان الاقطار العربيه بتتوحد حول موضوع واحد وموضوع القدس، طبعا لابد من الاجهزه الاعلاميه الخاصه بها تتوحد. بالتحديد مصر ان شاء الله يكون لها مبادره كريمه جدا، يمكن ربما كشف عنها النقاب بتصريح من السيد حسين زين في وقت سابق، ان شاء الله يكون في الاجتماعات اللجنه العربيه الخاصه بالاذاعات العربيه في تونس هيكون في قرار مهم جدا يخرج به معطيات مشتركه. لكن مصر بتتوحد حوالين مفهوم قدس واحد، ان شاء الله نشوف ايه المعطيات الخاصه به في الفتره القادمه. هي عمرو يعني لما احنا بنتكلم عن هذه المرحله وتحديدا بنتكلم عن حروب هذه المرحله ما تسمى حروب الجيل الرابع والمعلومات، فبتقترن الى حد كبير بالاعلام وسائل الاعلام. فمن هنا الحقيقه اهميه المبادره دي اللي بتطلقها الهيئه الوطنيه للاعلام، وهي مبادره وطن واحد وقدس واحد. هنحاول نتعرف معاكم طبعا على هذه المبادره واهميتها من خلال بالفعل احد حواراتنا. ده طبعا بيكون بالاضافه الى فقراتنا الثابته، بيكون معانا وقفة في وقراءة في عناوين الصحف، وأيضا بنتعرف على أخبار المال والأعمال في الوقفة الاقتصادية، وبنتعرف على أخبار الكرة والملاعب في الوقفة الرياضية. إن شاء الله بعد الفاصل قصير نلتقيكم ببقى مختارة من الأخبار ونشوف أبرز التفاصيل اللي صادرة واللي جت صباح اليوم كمان في كل مكان. بعد الفاصل. صباح الخير، صباح جديد على كل مشاهدينا في فقرتنا الرياضيه الثابته. يمكن مشاهدينا هنا بقى ايه الانا شويه بتظهر، يمكن كان عندي من فتره كان قعدت فتره طويله جدا عندي من ضمن جدول الاصابات اللي احنا يعني بنحاول نعرضه على حضراتكم كل يوم وازاي نقدر نعالج ده. كان عندي اصابه في الكوع في المنطقه دي تحديدا، وما كانتش بتروح وقعدت لفترات طويله. علاج طبيعي اشتغلنا، سباحه اشتغلنا، تقويات اشتغلنا، وما بتروحش. بالعكس، انت كل ما تحاول تعمل الشغل بتاع المدارس القديمه او حتى يعني اللي المفروض ما ينفعش، لان هي في منطقه ما ينفعش تريحها. لو انت سايق، لو انت شلت حاجه، لو انت ناولت حد حاجه غصب عنك اتخبطت، فباستمرار هي مكان متحرك، مش هينفع ان هو يبقى ثابت او انت تحافظ عليه او تعلقه، خصوصا اللي كانت عندي في الايد اليمين. فهنعرف ازاي نقدر نعالج الاصابات دي بشبح كان اسمه شبح الكورتيزون. ازاي نقدر نعالج ده ونقدر نستخدمه بما لا يضر وبما يناسبنا، وايه الجرعات ويتاخد ازاي، ده هنعرفه مع دكتور عبد الرحمن بعد الفاصل بما لا يضرنا. انتظرونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. نفس الكلام اللي بنتكلم عليه الفترة اللي فاتت كلها، الآلام بتاعة المفاصل، ازاي تأهيل إصابات المفاصل، آلام العضلات اللي حوالين المفاصل ممكن تسعفنا فيها الدنيا والرياضة ازاي والطب. من أهم المشاكل برضو اللي بتقابل الناس وجات لنا عليها أسئلة الفترة اللي فاتت هي منطقة الكوع. ناس كتير قوي بتشكي من ألم في الكوع، ناس بتشكي من التهاب في مفصل الكوع أو ألم في العضلات المحيطة بالكوع، زي أهم عضلة هناك في الكوع هي اللي المتحكم الأساسي في حركة الكوع من ناحية الإكستنشن أو من ناحية الخلفية، عضلة الترايسبس. إحنا النهاردة عايزين نتكلم معاكم عن أهمية العضلة دهيا، إزاي ممكن نتفادى فيها الإصابات وإزاي نقدر نعالج مشاكل وآلام مفصل الكوع. زي ما بنقول دايما لو كان في أي إصابة الفترة دهيا عليك مؤخرا لازم تكون معاها راحة سلبية ليك ومع العلاجات اللي الدكاترة بتوصفها لك، إذا كان المسكنات أو بسط العضلات أو إيفن لو أي شيء من الحقن أو الكريمات الموضوعية. تاني حاجة نبدأ نتكلم على التقويات، مرحلة التأهيل بعد كل إصابة من الإصابات دهيا. النهاردة هنشرح لكم إزاي ممكن نعمل تمرين بسيط قوي عن عضلة الترايسبس، وهي العضلة الأساسية في الذراع، هي ليها أكتر من 60-70% من قوة وشكل وحجم الذراع بتكون عضلة الترايسبس، ودي عضلة ثلاثية الرؤوس ليها ثلاث رؤوس وبتنتهي في مفصل الكوع بوتر واحد بيبدأ يحرك مفصل الكوع من الخلف. هنشرح ازاي نعمل تمرينها برضو وفي نفس الوقت ازاي تستفيد منه وفترة التأهيل أثناء الإصابة بتاعة الكوع. هتبدأ تنزل، وهنشرح على جهاز السميث أو جهاز الروب الواير. هتبدأ ده كده وضع الاستعداد بتاع التمرين، واحد تفرد ايدك مش قوي مش للآخر، بتفرد ايدك لغاية أكتر من ما توصلش خالص ل 180 وتبدأ تطلع لغاية 90 بس، ما بتطلعش لغاية الآخر كده غلط. أنت بتبدأ تنزل 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 برضو لحد 10. ممكن نوري الناس برضو من الأمام، وده يبقى ان انت لو ساند ظهرك على الجهاز نفسه، 1 2 3 4 5 لحد 10. هتبدا وانت بتمارس التمرين ده تحس ان العضله بتشتغل قوي، هتحس بمفصل الكوع لو كان في اي مشاكل مع الوقت والتقويه دهيا بيتحسن وبيتبقى افضل. لازم يكون زي ما قلنا باستمرار، عمرك ما تكون في اصابه وداخل على التمرين. احنا لو مصابين بنعمل التعليمات بتاعه الاطباق بتاعتنا الاول، اذا كانت الراحه مع العلاجات. هنوريكم برضو نفس التمرين ده بس بشكل تاني بسرعه بحيث الناس تستفيد معانا، ان احنا هنمسك الهاند نفسها بشكل معكوس او ريفرس. خلي الناس تبص معانا، هي بالشكل ده وتنزل 1 2 3 4 5 لحد 10. يبقى احنا كده قدرنا نشرح بسرعه جدا حركتين، انت ممكن تزق لتحت او تسحب لتحت، وفي الحالتين انت بتمرن العضله الخلفيه للذراع وعضله الترايسبس اللي هي المحرك الاساسي لمنطقه الكوع. قدام برضو ان شاء الله هنتكلم عن الاصابات الاماميه بقى نفسها من ناحيه البايسبس نفسها، وازاي ممكن نفادي الكلام ده هو ويسعفنا برضو في تقويه الذراع ومشاكل مفصل الكوع. احنا مستمرين مع بعض يا جماعه دايما حلقاتنا في الجيم، مكملين على الدايت وبعيد عن الاصابات ان شاء الله، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. صباح الخير على حضراتكم من جديد، مستمرين معاكم ان شاء الله. نشوف الاخبار اللي معانا النهارده في الحقيقه. الشبكه الثقافيه الاذاعيه بتحتفل بالامس طبعا بتكريم الاديب والكاتب الكبير محمد سلماوي بمناسبه حصوله على جائزه الحريه والسلام. طبعا محمد سلماوي ليه اسهامات كبيره جدا جدا في مجال الادب والثقافه، واثرنا طبعا بعدد كبير جدا من الكتابات الادبيه. هي هذا التكريم بيأتي في إطار قيام الإذاعة الثقافية بدورها الفعال في التواصل مع المبدعين والكتاب ودعم أصحاب المواهب الإبداعية المصرية بالأديب والكاتب الكبير محمد سلماوي لحصوله على جائزة الحرية والسلام من السنغال وأعلى وسام ثقافي من فلسطين. الإعلام يكرم بعض رموز الثقافة والأدب والفن في مصر، لأنه الحقيقة إنه دي القوة الناعمة، قوة مصر الحقيقية، إنه ماسبيرو الحقيقة له يعني إنجاز كبير أن يقوم
هذا المبنى العتيد بما يمثله بتكريم أحد المثقفين أو الأدباء، فده شيء الحقيقة نعتز به جدا. رئيس شبكة الإذاعة الثقافية أكد اهتمام الإذاعة بتكريم رموز الثقافة تتويجا لأعمالهم ومساهمتهم في نشر الأدب وثقافة السلام. هي عادة يعني بتحاول الشبكة الثقافية بإذاعتها الثلاث، البرنامج الموسيقي والبرنامج الأوروبي والبرنامج الثقافي، أنها تكرم رموز الأدب والثقافة والفكر من خلال الشبكة الثقافية، من خلال الملتقى الفكري. إشادة كبيرة من الحضور واهتمام بالغ على دور الكاتب الكبير في أعماله الأدبية واهتماماته بالقضية الفلسطينية. وأنا في الحقيقة بعتبره أيقونة من أيقونات الثقافة المصرية، فهو بصراحة عاشر كتباء عظام زي الأستاذ الكبير نجيب محفوظ والأستاذ هيكل، فأنا بعتبره تراث مصري يجب أن نفتخر به. وصاحب الدور في النشر ما يسمى بالقوى الناعمة المصرية، والقوى الناعمة المصرية التي برزت في فترة الخمسينات والستينات خلال رئاسة زعيم جمال عبد الناصر. طبعا أكيد أنا سعيدة جدا بوجود اليوم في تكريم قامة من قامات الوطن العربي وليس في مصر. الحقيقة أنا جد متابع لي بالذات في الأعمال الفنية المسرحية تحديدا، هو قدم أهم مسرحيات في مصر زي سلموني، زي الأعمال اللي هي لها بصمات في التاريخ. وتبنى سلماوي في كتاباته قضايا الحرية والسلام، ودافع عن مبدأ تقبل الآخر، ووقف في مواجهة العنف والتطرف. محمد الخطيب، النيل. طيب مشاهدينا، زي ما احنا متعودين معاكم كل يوم بنحاول نتعرف على آخر أخبار الطقس. معانا دكتور إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. دكتور إيمان صباح الخير. ألو دكتور إيمان، صباح الخير عليك. صباح النور استاذ عم. أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. صباح الخير، طمنينا إيه الأخبار النهاردة؟ لأن حاسين طبعا الدنيا أفضل كتير يعني. طبعا هو في استقرار في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع حتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. الطقس نقدر نوصفه بأنه بيكون دافئ أثناء النهار، وطبعا ده على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة والدلتا وشمال الصعيد، وبيكون مايل للحرارة على جنوب الصعيد زي قنا والأقصر وأسوان وخليج وشلاتين. طبعا أثناء الليل بيكون فيه انخفاض طبعا في درجات الحرارة عن النهار، لكن الطقس نقدر نقول إن هو بيكون بارد في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر. والشبورة المائية الخفيفة هي الظاهرة المؤثرة معنا خلال هذه الفترة، فيما عدا ذلك مفيش أي ظواهر جوية أو مفيش أي فرصة لسقوط أمطار أو نشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية. طيب يعني دكتورة إيمان، متوقع أنه يحصل أي تغيير في خلال يعني باقي أيام الأسبوع في حالة الجو اللي احنا بنعيشها دلوقتي؟ هو التغيير هيكون تغيير خفيف جدا، هيكون عبارة عن ارتفاع نسبة الرطوبة، وهتبدأ الشبورة المائية تزيد كثافتها بعض الشيء بداية من قدم، لكن فيما عدا ذلك مش هيكون في اي تغيير سواء في درجات الحراره او في الظواهر الجويه. تمام. طيب بالنسبه لحاله البحرين ودرجات الحراره المتوقعه؟ البحرين معتدلين تماما سواء البحر الاحمر او المتوسط، وارتفاع الموج بيصل من 1 إلى 1.5 متر، ومهيئين لكافه الانشطه البحريه. بالنسبه لدرجات الحراره على القاهره هتكون 22 درجه، الساحل الشمالي اسكندريه ومطروح من 21 ل 22، وشمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط هتكون من 23 ل 24، وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب 30 من 28 ل 30 درجه مئويه. طيب اخبار حركه الملاحه يا دكتور ايمن؟ البحرين معتدلين تماما ومهيئين لكافه الانشطه البحريه سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط. طيب نشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن شاكر خبيره الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا موضوع الموضوعات المهمة جدا بنتكلم فيها النهاردة، يوم مختلف جدا طبعا في حياة الأدباء وفي حياة المصريين جميعا. هو في الحقيقة طبعا ذكرى ميلاد أحد أقطاب وأحد أعلام الأدب العربي، واللي طبعا أثرانا بمقتنيات كبيرة جدا من الأدب على مدار سنوات وسنوات. والحقيقة كمان هو الوحيد يمكن من الناس اللي حصل على طبعا من العرب يعني حصل على جائزة نوبل للسلام، جائزة نوبل في الأدب، تم تجسيد روايته كمان عدد كبير منها في الأفلام الروائية الطويلة والأفلام السينمائية. ولد نجيب محفوظ في 11 ديسمبر عام 1911 بميدان بيت القاضي بحي الجمالية بالقاهرة، أمضى في هذا الحي طفولته واستلهم منها أركان الروايات الخاصة به، يعني كان الأفق المتفتح الخاص أدبيا، كان طبعا بيصب بالأساس
في المنطقه اللي اتربى فيها، لان فيها او في روايات كتير جدا جدا كتبها عن المناطق اللي هو عاش فيها لسنوات طويله جدا. يعني لما نتكلم عن تاريخ وحياه نجيب محفوظ، هو تخرج من كليه الاداب قسم الفلسفه بجامعه القاهره، وتم تعيينه باداره الجامعه عقب التخرج عام 34، ثم نقل لوزاره الاوقاف وعمل بمكتب الوزير عام 39، ثم نقل الى مصلحه الفنون في وزاره الارشاد القومي، ثم عين مدير عام الرقابه على المصنفات الفنيه عام 59، ثم مدير لمؤسسه دعم السينما المصريه، ثم رئيسا لها، ثم عمل كمستشار لوزارة الثقافة عام 68. واستطاع طبعا نجيب محفوظ أن يشق طريقه في دروب الأدب، وبدأ الكتابة في منتصف الثلاثينات، وكانت بتنشر قصصه في مجلة الرسالة عام 39، وكانت له رواية، أول رواية بتحمل اسم عبث الأقدار. وفي عام 45 تحول نجيب محفوظ إلى الكتابات الواقعية بروايات زي القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المذاق، التي تحولت بعد ذلك إلى أعمال سينمائية. وقدم محفوظ للسينما أكثر من 100 فيلم و12 مسلسل شهير، وحصل خلال مشواره الأدبي على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في الأدب العام لعام 1968، ووسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 72، وثم قلادة النيل عام 88، وهي أرفع الأوسمة المصرية، ده طبعا إلى جانب جائزة نوبل في الأدب عام 88. وفي 30 أغسطس 2006 توفي عن عمر يناهز 95 عام. في الأردن وقف طلاب المدارس بأفنية مدارسهم باهتمام إلى كلمات خصصت كلها الحديث طبعا عن القدس، وللتعريف بأهمية القدس بالنسبة للعرب وللمسلمين وللمسيحيين ولكل الأديان السماوية، باعتبار أن القدس يعني هي مدينة الأقداس أو مدينة الأديان الثلاث. في الحقيقة طبعا هي مهمة جدا لكل الأديان، لكن ما ينفعش تحت أي وضع كان حد يستأثر بها أو تكون يعني تصنف على أساس ديني إطلاقا. القدس طبعا يعني كان باب أولى نقول للمسلمين، كان باب أولى نقول للمسيحيين، كان باب أولى نقول لليهود، لكن في الحقيقة القدس هي صنفت على تصنيف ديني، وده طبعا بالأساس صنف خطأ. لابد من تعليم الأطفال والأبناء في كل مكان أن القدس مدينة لكل الأديان، وأن هي عاصمة سياسية فقط وليست عاصمة دينية إطلاقا أو تصنف على أساس ديني. وبالتالي لابد في أن تعترف الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها عاصمة لفلسطين تحت أي وضع كان. صحيح، ومن هنا الحقيقة خرجت زي ما قلنا المظاهرات في مختلف دول العالم، وهنا بنتكلم عن الأردن. نظم الآلاف مسيرة في وسط العاصمة الأردنية عمان تنديدا بقرار ترامب، واحتج مئات آخرين أيضا بجوار السفارة الأمريكية. مش الأردن بس طبعا، الأردن هي المشرفة سياسيا باعتبار اتفاقية السلام، هي المشرفة على القدس منذ عام، منذ توقيع الاتفاقية تحديدا، وهو الأردن هي المتولية هذا الموضوع. لكن كل مكان في العالم بيشهد احتجاجات بشكل كبير جدا جدا، سواء حتى العواصم اللي بتنطق باللغة العربية أو غيرها من العواصم. صحيح. هناك طبعا احتجاجات كبيرة جدا في إندونيسيا، واعتصامات كمان وغيرها من الدول التي يعني تنطق بال أو تشهد بالدين الإسلامي أو لها طبعا أبعاد سياسية ذات صبغة إسلامية، فبالتالي بد أن الجميع يعتبر. والحقيقة مظاهرات أيضا في يعني دول العالم المختلفة، ليست فقط الدول العربية أو الإسلامية. لكن خلونا نتابع يعني هذه المظاهرات من الأردن في التقرير التالي. كونوا الكلمات الصباحية والبرنامج الإذاعي عن القدس الحبيبة. هكذا يغرس الانتماء للقضية في القلب والعقل. طلاب المدارس في أنحاء الأردن وقفوا بأفنية مدارسهم لينصتوا باهتمام إلى كلمات خصصت كلها للحديث عن القدس بعد أيام من اعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل. تأتي هذه الفعاليات والتظاهرات الحضارية للوفاء للقدس في ضوء الأجواء التي حاطت بها، وخاصة القرار الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. القدس لها مكانة كبيرة لدى الأمتين العربية والإسلامية. معلمون وطلاب تحدثوا عن تاريخ المدينة المقدسة وأهميتها للأمة العربية والإسلامية. البعض أنشد بعد ذلك للقدس ملوحين بالكوفية الفلسطينية التي جعلها الزعيم الراحل ياسر عرفات رمزا وطنيا فلسطينيا. طبعا قرار باطل ولن يؤخذ به العرب، لأنه من هو حتى يأمر بوضع القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فهي قدس عربية إسلامية لكل الفلسطينيين وكل العرب المسلمين. أثار اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ثائرة المجتمع العربي والإسلامي،
وقبل بإدانات عالمية لهذه الخطوة من قبل حلفاء غربيين لواشنطن، يقولون إن الخطوة ضربة لجهود السلام وتخاطر بتصعيد العنف في الشرق الأوسط. بينظف المتحف الوطني السعودي بالرياض معرضا يحمل عنوان طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية وروائع وآثار المملكة العربية. هي المعرض بيهدف إلى إطلاع العالم على حضارة وتاريخ الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية من خلال كنوزها التراثية المختلفة. خلونا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا المعرض وهذه الكنوز التراثية من خلال التقرير التالي. يبدو أن كل طرق شبه الجزيرة العربية باتت تؤدي إلى الرياض هذه الأيام. المتحف الوطني السعودي ينظم معرضا يحمل عنوانا طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية، وذلك حتى 26 من الشهر الجاري، حيث تعرض فيه قطع أثرية يرجع تاريخها إلى آلاف السنين. يقول منظم المعرض إن المعروضات تظهر حضارة قديمة مزدهرة اختمرت لتخرج المملكة العربية السعودية في ثوبها الحديث. معرض طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة هو مجموعة مختارة من المعثورات الأثرية في المملكة العربية السعودية، عددها 466 قطعة أثرية. الهدف من تشكيل هذا المعرض هو التعريف بالتراث الحضاري للمملكة العربية السعودية ودورها الحضاري بين مجتمعات العالم عبر العصور. يهدف المعرض إلى إطلاع العالم على حضارة وتاريخ الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية من خلال كنوزها التراثية التي تجسد بعدها الحضاري، إلى جانب تعزيز التواصل الثقافي بين شعوب العالم وإبراز الدور التاريخي للمملكة السعودية عبر العصور والحضارات التي تحاقبت على أرض الجزيرة العربية التي توجت بحضارة الإسلام. ومن بين القطع الأثرية المعروضة شواهد قبور وقطع من منحوتة حصان تعود إلى آلاف السنين. المعرض يضم أكثر من 400 قطعة أثرية نادرة ببعدها الحضاري وإرثها الثقافي، تغطي الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم إلى العصور القديمة السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكرة والوسيطة والمتأخرة، مرورا بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة، حتى نشأة الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة إلى عهد الملك عبد العزيز. المعروف عالميا أن تجيء الحصان كان في 1005 قبل الميلاد في آسيا الوسطى. هنا دليل الآن لدينا في المملكة العربية السعودية أن تدجين الحصان قبل تدجينه في آسيا الوسطى كان هناك تدجين للحصان من 9000 سنة، وهو الحصان العربي تحديدا. قبل إقامته في الرياض تنقل معرض طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية بين متحف اللوفر بباريس والعديد من العواصم الأوروبية والأسيوية والأمريكية. عقد الطاهي الهولندي رود بوتمان بمساعدة منظمة غير حكومية في غزة دورة تدريبية لبعض النساء لمدة أسبوع لكيفية صناعة وجبات جديدة مبتكرة. وبيسعى الطاهي الهولندي خلال تلك الدورة إلى تعليم النساء بعض الحلويات العالمية زي لفائف السويسرول وفطائر الفاكهة لإدخالها إلى المطبخ في غزة الذي يقتصر على الحلويات الشرقية فقط. وبيأتي ذلك بينما بتؤكد المشاركات أنه سبب الانضمام إلى هذه الدورة اقتصادي بالمقام الأول، وأنها هتمكنهم من الحصول على فرص عمل مستقبلية أو مساعدتهم على إضافة أصناف جديدة لمشاريعهن المنزلية الصغيرة لبيع الحلويات عند الطلب. وبيعد معدل البطالة في غزة من أعلى المعدلات في العالم حيث يتخطى 40%. بينظم نشطون لبنانيون حملة في بيروت لتشجيع السكان على استخدام الدراجات الهوائية في التنقل ما بين طبعا الأماكن لتخفيف حدة الزحام بشكل كبير، وده طبعا متبع في أوروبا كلها، يعني الدراجات الهوائية طبعا مستخدمة بشكل كبير في كل مكان. صحيح، وحتى عندنا في مصر ابتدى يعني الاتجاه إلى استخدام الدراجات أيضا، يعني ما فيش الطرق الحقيقة لسه مش مستعدة لكده. بيغطي نشطون الجدران في مواقع بارزة في المدينة بجدريات ورسوم ملونة تحث الناس على استخدام الدراجات الهوائية زي ما احنا بنتابع على الشاشة.
طيب بنتكلم عن سوريا وبحضور وزير السياحة السوري المهندس بشر يزجي والكاردينال ماريو زيناري السفير الباباوي بدمشق وعدد من السفراء أضيئت شجرة الميلاد بدمشق والتي لم يخمد نورها طول فترة الحرب طوال السنوات الماضية. في الحقيقة كمان بيجي في إطار سعي سوريا لإرسال رسالة للعالم ككل إن شجرة عيد الميلاد مستمرة وإن سوريا باقية وكانت وستبقى أرض المحبة والسلام عبر العصور والأزمان المختلفة. نتابع التقرير مع حضراتكم ونرجع مرة تانية. للعيد وأغاني الميلاد أضيئت شجرة الميلاد المجيد في فندق الدامروز بالعاصمة السورية دمشق وسط حضور رسمي وجماهيري لتجديد رسائل المحبة والسلام. الميلاد هو دعوة للإنسانية جمعاء من أجل السلام ومن أجل العدالة، فدعونا نرسل بموسيقانا اليوم رسائل محبة وسلام تنطلق من دمشق لتحط في القدس عاصمة فلسطين. وزير السياحة السوري أكد خلال افتتاحه لشجرة الميلاد التي لم تنطفئ في سوريا يوما من الأيام أن أجمل ما يميز الاحتفال وجود أبناء الشهداء، أبناء من ارتقوا بأرواحهم لنعيش الأمان، وأبناء من جعل من هذه الشجرة شجرة نصر على الإرهاب. طبعا رسالة واضحة اليوم بالنسبة لنا، كان أجمل ما في إضاءة شجرة الميلاد هي أنه كانت برفقة أبناء شهداء سوريا. شجرة الميلاد في سوريا لم تنطفئ حتى بأقصى وأحلك سنوات الحرب خلال السنوات الماضية، بس كانت دوما إضاءتها مترافقة بالأمل بالسلام والمحبة. اليوم بعام 2017 مع بداية 2018 أكيد هي شجرة النصر، شجرة مليئة بالعزيمة. اليوم كل الشعب السوري مع إضاءة الشجرة مصمم على أنه تكون شجرة النصر. نحن دائما منتصرين بجيشنا العربي السوري الذي نتوجه له كل المحبة وكل التقدير، لأنه بانتصاراته نحن نعيش اليوم، وبدماء شهدائنا نحن نجتمع اليوم في هذا العيد المبارك، عيد الميلاد المجيد، وبإضاءة هذه الشجرة. الاحتفالات التي تقام في سوريا لا سيما في آخر 7 سنوات لم تعد طقسا فقط، بل باتت بمثابة رسائل تطلق إلى كل العالم مفادها أن سوريا كانت ولا زالت بلد السلام، تؤيده وتعيشه بفضل انتصارات جيشها ودماء شهدائها وصمود شعبها. مع إضاءة شجرة ميلاد جديد ترافقها شمعة السلام، جدد السوريون رسالتهم إلى العالم أجمع بأن موسيقى الحب لطالما تنتصر على صوت الرصاص. إلهام عبيد، قناة النيل للأخبار، دمشق. طيب ما هو قادم بقى وفي موعد ثابت طبعا أخبار الرياضة، ترافقنا في هذه الوقفة الزميل على أحد.